ترأس اليوم الوزير الأول نذير العرباوي اجتماعا للحكومة، ذكر في بدايته بالتوجيهات والتعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية للحكومة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، وخاصة ما تعلق منها بوجوب اعتماد الحكومة السرعة القصوى في تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء. ودرست الحكومة خلال الاجتماع في مجال العدل 4 مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. وفي مجال العقار الاقتصادي درست الحكومة 5 مشاريع مراسيم تنفيذية تندرج في إطار إعداد النصوص التطبيقية للقانون الذي يحدد شروط وكيفية منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية. في مجال العمل والتشغيل قدم عرض حول مدى تنفيذ عمليات إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني للشباب في القطاع الاقتصادي. أما في مجال المقاولاتية فاستمعت الحكومة إلى عرض حول بعث الجهاز المتعلق بالمقاولة الذاتية. وفي مجال الصيد البحري قدم عرض حول حصيلة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المتعلق بتعويض وتخصيص منحة استثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية بولاية تيبازا.